عنده بالكم يا جماعة؟ شوفي روقوا. نروق؟ كيف بدنا نروق؟ راحوا مصارينا. انت مو نفسك اللي كنتي سهرانة عندهم امبارح بحفلة نيو يير؟ طلعت هاي الحفلات اللي عم تنعمل بمصارينا ومصاري ولادنا. انت ما عندك ولاد، صعب تفهمي علينا. هي معك حق، مزبوط انا ما عندي ولاد، بس فلك ما نقم؟ ما كانت توقف معكم دائما وقت كنتوا تحتاجوها؟ ما كانت تهتم فيكم وتساعدكم؟ مو انتوا نفسكم كنتوا تركضوا لعندها وقت يصير معكم اي قصه؟ والله كلامها مزبوط، بس شو بدنا نعمل؟ هيدا كمان تعبنا وشقانا. معكم حق، بس بدنا نطول بالنا شوي لحتى نفهم ونتاكد شو هو الموضوع. بركي كنا عم نظلمهم للجماعه، خلينا بالاول نشوف شو بده يصير. انا حكيت مع الضابط اللي مستلم القضيه وقال لي انه لسه ما في شيء واضح. شو قال لك بالضبط؟ قال لي انه الاتهامات بجوز كلها ما تكون صحيحه. بدنا نتاكد بالاول. من شان هيك روقوا وطولوا بالكم ورجعوا على بيوتكم.